الهجوم في البلوك شات ايضا في امام فريق الحاله في المباراه الماضيه، وهو يخوض ولا مباراه رسميه قويه، يعني راح يكون مصدر قلق هذا اللاعب سيد هاشم حبيب. انطلاقه والتمرير لا صعب، التمرير على السي جي راح تكون من الصعوبات اللي يواجهها اي لاعب، واسست رائع من احمد حسن، وانطلق عده مواسم لاعب سريع لاعب قصير القامه انطلاقاته سريعه، ويمتلك ايادي من خلف القوس رائعه. الله حلوه علي عباس، ممكن غير رايه، فضل التمرير احمد حسن. الاهلي طبعا غالق المنطقه بصوره مثاليه تماما، ولكن سي جي يضع الرابع نقاط لميزانه. انطلاقه سريعه عبد الرحمن غالي، محمود يتقدم الاهلي الان. سي جي جود ديفنس من مال الله، عفوا هيرفي. سيد هاشم والثلاثيه الثانيه لفريق الاهلي، دفاع المان تو مان حاضر. لاحظ مراقبة أحمد حسن، لاحظ الموف. الأداء الهجومي للفريق سي جي لم يوفق، والفولو من مال الله. لاحظ الأسيست بوجود سي جي، يلعب طريقة الزون دفاع المنطقة. طبعا الأفضلية راح تكون متواجد الآن لدى المحرق بوجود سي جي بأكبر عدد ممكن من النقاط، وعلى الأهلي اللعب على دفاع المنطقة لتقليص المساحات أمام لاعبين المحرق وبالتحديد سي جي قاعد. ولكن لا مشكلة هجومية لدى الأهلي، استغلال الفرصة بأفضل طريقة ممكنة باللعب على سي جي من داخل المنطقة. لاحظ تكثيف الدفاعات، ثلاثية أولى لي يعني متى ما سنحت الفرصة نشوف الزوم على إصابة لميزانة شوية. الآن طبعا في لعب فريق الحارق، سي جي إيزي باسكت، هذا هو يعني ها العب مع أحمد حسن. لاحظ المحرق يلعب الآن عملية البوست أب. حلوة، أداء هجومي أفضل من الفريقين في الكوارتر الثاني. جود باسكت جود أسيست. ميزانة بداعي الإصابة لعدة دقائق من المباراة. محمد مجيد جود ستارت لمحمد عبد المجيد، الفارق الآن من جديد بخمس نقاط بعد مرور 20 ثانية من بداية الكوارتر الثاني الثالث عفوا. هذا هو الحين هذه اللعبة كوارتر أول كوارتر أول كوارتر الثاني من المباراة، الشوط أول انتهى لصالح فريق المحرق. حلوه من سي جي يرفع رصيده من النقاط الى وهشام، لم يوفق. معارك طاحنه بين سي جي وهيرفي لميزانا، انتظر سي جي في الهجوم الان. انطلاقه سريعه اخرى لفريق المحرق، جود ديفنس الاهلي. الاهلي عادر للعوده مجددا، الاسيست ولميزانا بذكاء هشام يرفع رصيده من النقاط الان الى 14 نقطه. بدر عبد الله وتمريره الى احمد حسن، بالفعل احمد حسن الى 9 نقطه.
نايس موف فروم ذا بيس لاين للكوارتر الثالث لميزانا يحاول، واعتقد الان سوف يعاني الاهلي في وجهه تفقت الاهلي الى هذه اللحظه. شوف هشام جاسم مود اكبر ثلاثيه لصالح ميامي هيت، والافضليه تشير الى تقدم ميامي هيت بثلاث مباريات المتوقع، ولكن ليس هناك خطا، ولكن ما عليه نلعب المباراه فيها الكثير. وسي جي سبق ان تعرض لعده مواقف وكان يعني فارق اربع نقاط 4 بوينتس جيم لصالح المحرك. حلوه لميزانا عليه ثلاثه اخطاء شخصيه بسهوله، ممكن يرتكب خطا استخدام مالالا مالالا من خارج الغول الا لم يوفق. وماذا يحدث للاهلي؟ ماذا يحدث للاهلي الان؟ علي عباس سبع ثواني اخيره في الهجمه الاهلاويه. ستيل اوف ذا جيم.